السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ اتمنى تكونوا بخير يا احلى متابعين بالدنيا. طبعا انتم عائلتي الثانية وراح احكي لكم شي، طبعا هذا الشي خاص بس انتم يعني مثل اخواني. انا سويت هاي القناة حتى استفاد من عدها الصراحة. وشي الثاني، اني تصوبت وتعوقت يعني قاعد على كرسي، واتمنى من كل شخص يشوف الفيديو يخلي اشتراك للقناة وينطي لايك للفيديو، وإن شاء الله أنتم كلكم أهل غيرة وما راح تقصرون وياي. وأتمنى من كل شخص يشوف هذا الفيديو يخلي لايك ويشترك بالقناة. طبعا طريقة اليوم هي شلون تحول اللاعب إلى لاعب قزم. خليكم معي الطريقة، نروح للتجمع الممتع. وشي ثاني طبعا، من راح تشترك ما راح ياخذ من وقتك هواي، اقل الثواني وانت تشاهد الفيديو تشترك بالقناة وتخلي لايك للفيديو. انا حبيت اعيد هذا الفيديو لان هواي ناس قالوا والله ما صارت الطريقة، لا والله الطريقة تصير بس لازم البنك يكون اقل شي 500، لان اذا نت قوي ما راح تصير وياك الطريقة. المهم تجي لهنا تخلي الجلوس وتروح تطلع 10 ثواني، تجي القناة تنط اشتراك وتفعل زر الجرس، تخلي لايك للفيديو، تنتظر 10 ثواني، وتروح تدخل للعبة. هسه شوف اللاعب شلون صار، بس تنطيه جلوس راح يصير صغير وياك. باو عليه، باو عليه، مع الشباب. وبنهاية الفيديو أحب أقول لكم شكو شخصي يشوف الفيديو هذا يخلي لايك للفيديو ويشترك بالقناة ويترك أيد حسابه بتعليق، وإذا وصلنا الشدات يكتب تم، لأن راح أشحن مباشر بس يعلق يوصل للشدات. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.